شنت عناصر الدرك الملكي بإقليم أسفي حملات تمشيطية واسعة، بالإضافة إلى عدة سدود قضائية أشرفت عليها وحدات الدرك الملكية بتنسيق جهوي وإقليمي تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية التي غالباً ما تعرف بعد الفوضى من قبل الخارجين عن القانون. سلسلة من الاجتماعات بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي بأسفي طيلة الأسبوع الأخير من السنة الماضية تحضيراً لليلة رأس السنة. القائد الإقليمي للدرك الملكي عبد الفتاح حمراش أشرف ميدانياً على هذه التحركات وأعطى تعليماته لكل رؤساء مراكز الدرك الملكية التابعة للإقليم من أجل السهر على تطبيق قرار الحكومة القاضي بإلغاء جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، ومنع المطاعم والمقاهي من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة. كما عملت المراكز المذكورة بمساعدة السلطات المحلية على تنفيذ قرار إغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة 11:30 ليلاً عبر دوريات منتظمة ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة بكل الجماعات الترابية التابعة للقيادة الإقليمية. فريق أسفي جود واكب أجواء عمل الدرك الملكي ليلة رأس السنة بالطريقة الوطنية رقم 1، خاصة بملتقى الطرق بوقدرة والتي عرفت استنفارا كبيرا لدوريات رجال الدرك، حيث تعمل على إجراء تفتيش روتيني لمختلف العربات القادمة إلى أسفي أو تلك التي تواصل رحلتها صوب الصويرة، حيث تابع طاقمنا تحركات رجال الدرك بهذا الموقع الاستراتيجي واليقظة الأمنية الكبيرة التي تأتي تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية والتي غالبا ما تشهد بعض المخالفات بسبب السياقة في حالة السكر والتسبب في الحوادث. أما بمدينة جمعة سحيم، أسطول من سيارات الدرك والسلطة المحلية بقيادة باشا المدينة والقوات المساعدة والوقاية المدنية كانت في الموعد لتتدخل في الوقت المناسب كلما دعت الضرورة لذلك، فبالإضافة إلى القيام بدوريات مشتركة وحملات تمشيطية لتأمين رأس السنة الميلادية وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالامتثال للقرارات الحكومية. واستمر فريقنا في مرافقة حملات الدرك الملكي، وهذه المرة بمركز سبت جازولة لنصادف القائد الإقليمي عبد الفتاح حمراش الذي قاد حملات درك زولة ميدانيا لتأمين سلامة أبناء المنطقة والسهر على تنظيم المرور، فضلا عن الحملات المكثفة رفقة السلطات المحلية والميدانية التي يقوم بها رجال الدرك للتصدي لمختلف أنواع السرقة ومحاربة الجريمة رغم برودة الطقس. وأفادت معطيات حصلت عليها أسفي جود أن مراكز الدرك الملكي بكل من جزولة وبوقدرة والسوارية القديمة كتفت بحر الأسبوع الجاري من حملاتها التمشيطية ضد أوكار صناعة الخمور التقليدية، حيث نجحت في التصدي لهذه التجارة التي تنشط في فترة أعياد الميلاد والتي تعرف إقبالا متزايدا ككل ليلة رأس السنة. وتواصل المصالح الدركية في جميع المراكز والسريات بالإقليم منذ أيام تنزيل خطة أمنية خاصة بمناسبة رأس السنة تركز أساسا على التدخل الاستباقي والاحترازي والتواجد المكثف بالشارع العام والتفاعل السريع مع نداءات المواطنين وشكاياتهم، وكل ذلك في إطار يقظة تامة تهدف إلى الحيلولة دون وقوع ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعزيز الشعور بالأمن لدى كافة المواطنين في قرى وبوادي الإقليم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا